اهلا بحضراتكم من جديد. وما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي 6-6. على فكره الاهلي 6-6 يا جماعه في المباريات السته اللي لعبهم الاهلي في الدوري، في كل الجولات اللي اتلعبت، في كل الاسابيع اللي اتلعبت في استفتاء رابطه الانديه المصريه المحترفه، لاعب الجوله في كل مباراه هو لاعب النادي الاهلي. هذا التفوق الكاسح. الجولة الأولى كان لاعب الجولة الأولى في هذا الاستفتاء أليو ديانج، في الجولة الثانية كان حمدي فتحي، في الجولة الثالثة كان كريم فؤاد، وفي الرابعة كان الشناوي، وفي الخامسة كان برونو سافيو، والجولة السادسة كان أكرم توفيق. يعني 6-6 ولسه الناس بتتكلم على الشعبية. ما خلاص كل حاجة بتحصل بتقودك إلى إيه؟ الحقيقة. الحقيقة. لأن الحقيقة واضحة جدا، وهي دي قيمة الأهلي وقيمة جماهير النادي الأهلي اللي فلافيو شعر ليها بامتنان شديد. الكلام اللي قاله فلافيو، قال لك أنا لغاية النهاردة وأنا على السرير أجي أنام أفتكر الأيام الحلوة اللي قضيتها مع النادي الأهلي. نسمعه. Eu lembro, tenho memórias boas, maravilhosas aqui do clube. بالنسبة لي أول ما دخلت النادي افتكرت ذكريات كتير، افتكرت أول تمرينة، افتكرت أول ماتش لعبته عموما مع الفريق هنا. بصراحة كتير، ما أقدرش أحدد ذكرى معينة لأن الذكريات كلها هنا بالنسبة لي في النادي الأهلي ذكريات جميلة وقضيتها مع جيل عظيم داخل النادي. Um carinho por mim, tanto nas redes sociais como quando eu venho para o Egito. بالنسبة لي أول ما باجي المطار بلاقي ده، بحس ده، لأن الناس حتى في المطار من وأنا داخل من قبل ما أعدي البوابة دايما بيكونوا فاكرين فلافيو، وبيكونوا فاكرين اللحظات اللي قضيتها معاهم هنا داخل مصر وداخل النادي الأهلي، وإن بيبقوا عايزين إن هم يتصوروا، بيبقوا عايزين إن هم أمضي لهم على تي شيرت أو أمضي لهم على حاجة حتى على السوشيال ميديا. يعني الموضوع مش متوقف بس لما بكون في مصر، لا، يعني انا بحس الاحساس ده وبحس دايما بمكانتي عند جمهور النادي الاهلي وعند الجمهور المصري من خلال السوشيال ميديا، وطبعا اكيد من خلال التواجد هنا داخل مصر. principalmente quando as coisas começaram a correr bem para mim e eu tenho carinho especial pela torcida. بالنسبة لجماهير النادي الأهلي، الموضوع بالنسبة لي الجماهير بتمثل كتير ليا، لأن أنا خصوصا يعني بداياتي الفترة اللي ابتديت فيها لما ابتدت الأمور تمشي معايا كويس، أنا فاكر إن ما بين الوقت اللي الفترة فيه ما كانتش ماشية كويس ولحد ما بدأت تمشي كويس، اللي كان واقف دايما في جنبي وواقف دايما في ظهري وبيساندني وبيدعمني هو جمهور النادي الأهلي. فلو هنتكلم على جزئية بيمثل إيه، لا، جمهور الأهلي بيمثل كتير بالنسبة لي كلاعب وكشخص حتى قبل ما أكون كلاعب. الناس دي دعمت. As vezes que eu venho para aqui e tiver oportunidade, eu vou fazer sempre os possíveis de passar. Para rever algumas pessoas também, alguns trabalhadores que ainda estão cá, rever alguns amigos e claro, sempre que for possível eu vou passar. لو هنتكلم في الموضوع ده فهو بشكل مطلق، علشان انا لما بنام على سريري قلبي كده كده لسه بيبقى هنا في النادي الاهلي ودماغي بتبقى لسه هنا في النادي الاهلي، فانا دايما بتعمد ان انا استغل كل فرصه اكون متواجد فيها هنا داخل مصر، بحيث ان انا اشوف الناس، يعني اشوف الاجيال الجديده واشوف الناس اللي كانت موجوده سواء كاداره او حتى عاملين داخل النادي نفسه في الفتره اللي انا كنت متواجد فيها داخل النادي. علاقه لازم احافظ عليها بكل تاكيد، لان زي ما قلت الموضوع بيمثل كتير كشخص مش حتى كنت كلاعب كره قدم صوتي. بالنسبة لي أنا دايما بتعمد أن أنا أستغل الفرصة أتواصل معاهم حتى لو من خلال السوشيال ميديا. يعني أنا على علاقة لسه خصوصا على السوشيال ميديا بكابتن وائل جمعة، بكابتن وائل رياض شيتوس، فأنا كل ما بتيجي الفرصة أن أنا أحاول أتواصل مع حد وأطمن وأشوف الظروف والعموما الحياة عاملة إزاي وماشية إزاي، بستغل دوت وما بترددش لحظة أن أنا أتعامل وأتكلم مع الجيل الذهبي، أو أني حتى لما أكون موجود هنا في النادي أجي أزور النادي. apenas jogador que eu conheço e partilhei o balneário que é o Shinawi. ainda esteve aqui enquanto eu fui jogador do Al. Então eu tento sempre que possível acompanhar os feitos da equipe.
بالنسبه لي بتابع وبشوف الماتشات بتاعه النادي الاهلي، انا بتابع حتى التدريبات على السوشيال ميديا، لكن بالنسبه للماتشات كل ما بيجي الفرصه ان انا اقدر اقعد واشاهد ماتش كامل او حتى لو مش كامل بس هشاهد جزء منه، بشاهد وعارف لعيبه من حتى اللي مش من الجيل بتاعي، من الجيل الحالي اللي موجودين زي كابتن شناوي حارس مرمى النادي الاهلي. فانا متابع على قد ما اقدر وبشوف على قد ما اقدر وبحاول على قد ما اقدر ان انا احافظ على علاقتي بالنادي، سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي او حتى عن طريق نفسي لما باجي هنا مصر وبحضر داخل النادي الاهلي وبزور النادي الاهلي. Y quizá ganhar a Liga dos Campeões. O ano passado chegou à final, não ganhou. E esse ano tem toda a possibilidade de ganhar. بالنسبة للنادي الأهلي خلال مجموعة دوري أبطال أفريقيا، لو هنتكلم عن الموضوع دوت، فإحنا تعالى نبص على السنة اللي فاتت. النادي الأهلي وصل النهائي ولكن ما فازش باللقب، بس هو من خلال المجموعة اللي متواجد فيها حاليا، النادي الأهلي بالنسبة له أي فريق تاني هو فريق عادي. النادي الأهلي يقدر وعنده القدرة، ومش القدرة بس، عنده القدرة والإمكانية إن هو يتخطى الثلاث فرق اللي موجودين معاه في المجموعة بمنتهى السهولة. Aquele foi numa final também, mas são todos importantes, ou foram todos importantes. بالنسبة لي كل الأهداف اللي أنا سجلتها مع النادي الأهلي في تاريخي هي أهداف مهمة، ما فيش هدف أنا عندي ميل معين ليه إن أنا أشوفه الأفضل. هو الهدف قدام النادي القطن الكاميروني كان هدف جميل وكل حاجة، ولكن أنا أهدافي كلها مع الفريق بالنسبة لي أهداف مهمة. عندما تخلص للنادي الأهلي يخلص لك النادي الأهلي وجماهيره. علاقة ولا أروع ومجد ولا أعلى يلقاه اللاعب المخلص دائما، وتبدأ مسيرته الحقيقية بعد ما يبطل يحس بالطعم ده. بقى اللعيب اللي جوه النادي الأهلي مش قادر يحس بقيمة النادي الأهلي يتابع هذا الكلام، يشوف جيلبرتو، يشوف فيليكس، يشوف فلافيو، يشوف أنيس بوجلبان، يشوف كل اللعيبة اللي خرجت من النادي الأهلي، وهي تعيش حالة من الارتباط الوجداني والاعتزاز بالمجد الذي حققوه مع النادي الأهلي وعمل لهم ماضي ويصنع الآن مستقبل. يقول لك النادي الأهلي عمره ما غاب عني وأنا بره، وأنا دائم التواصل وأتلكك عشان أجي النادي الأهلي، ومن خلال السوشيال ميديا أنا متابع النادي الأهلي. وبعدين يؤكد على ان النادي الاهلي وصل لنهائي السنه اللي فاتت وكسب البطوله مرتين قبل كده، ولكنه لم يوفق اخر سنه، والمجموعه الحاليه عندها الامكانيات والقدره انها تحقق مزيد من البطولات. المطلوب ايه؟ هذا النوع من الاخلاص والتواجد والامتنان، لانه الحقيقه يا جماعه فكروا بهدوء جدا، انت مش بتلعب عشان النهارده. زي تكوين الأسرة، الأسرة بتتكون عشان بكرة، عشان لما تحتاجها تلاقيها بكرة. كل ما تديها حنان وحب النهاردة واهتمام تديك بكرة رعاية وتحطك في عينيها. هكذا هو النادي الأهلي، نادي العائلة. ده كلام مهم جدا جدا يا جماعة، إضافة للي المهندس عادل بيقوله، إن فلافيو ده رسالة لكل لعيب في النادي الأهلي، إزاي تصنع المجد وازاي تحافظ على العلاقه وازاي تشعر بالامتنان وازاي تعتز بعلاقتك بالنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، فيعتزوا بيك ويعملوا كده، فيفضلوا دايما شايلينك في عينيهم بعد كل السنين ديت. لكن الرساله المهمه كمان في تعبيره عن قوه الاهلي وشخصيه الاهلي. الجيل بتاع فلافيو وابو تريكه وبركات وعماد متعب وعماد النحاس والمجموعه الهايله واسلام، كلهم مش عايز انسى حد، بس كلهم شالوا كتير من معاني شخصيه الاهلي وسمات شخصيه الاهلي. شوفوا فلافيو وهو بيتكلم قال لك لا، الاهلي في اي مجموعه هو الافضل وهو الاقوى والمنافسين يعرفوا كده. هي دي القيمه في شخصيه الاهلي. النجاحات ديت ما اتحققتش مش علشان هم امهر اللعيبه ولا افضل اللعيبه، بس عشان هم اقوى الشخصيات. اللاعب شخصيه والسمات الشخصية هي اللي بتنجح بجد. فكل واحد يهتم بتطوير نفسه، يهتم بأنه إزاي ينمي قدراته وإزاي يشعر بكل هذا الامتنان والفضل الكبير للنادي الأهلي عليه. فضل الأهلي عليكم كبير جدا جدا بعد الله سبحانه وتعالى.